الدراسية تمثل البنية الفوقية للأمة، والقضية الثقافية والأخلاقية والروحية والدينية تمثل البنى التحتية للأمة. فإذن في الواقع كل خلل يحدث في البنية الفوقية إنما هو نابع وناشئ عادة من الخلل في البنى التحتية. ولعله هذا الحديث المروي يشير إلى هذه الحقيقة. الحديث يقول: كيفما تكونوا يولى عليكم. عندما نجد ظالما في أمة، حكما ظالما في أمة، هذا الحكم الظالم الجائر كيف تكون وكيف وجد؟ هذه الأمة هي التي أنشأت هذا النظام الظالم، وإلا من اللي أنشأ هذا النظام الظالم؟ إذا أنت فرضت أن هذه الأمة مقهورة على أمرها، وجاءت هنالك قوة خارجية وفرضت نظام على الأمة، هذه الأمة فيها قابلية أن يفرض عليها هذا النظام. يعني مناعة الأمة عندما تضعف تتكون لديها قابلية لتحمل الأنظمة الظالمة والجائرة والمنحرفة.